أهلا بكم جميعا. إن شاء الله اليوم راح نكمل اللي هو الحديث في محاضرات القانون، مبادئ القانون الدولي العام. واليوم راح يكون إطار حديثنا عن أشخاص القانون الدولي العام. وبطبيعة الحال أشخاص القانون الدولي العام واللي شرحت لكم سابقا ينقسم إلى العديد من الأشخاص. أول شخص ظهر في العالم أو في العصر القريب من أشخاص القانون الإداري الدولي العام هو الدولة أو الدول. تاني إشي المنظمات الدولية، بعديها شركات متعددة الجنسيات، بعديها ظهر الأفراد. واليوم راح يكون إطار حديثنا عن اللي هو الدولة. راح نتحدث عن تعريف الدولة ومقوماتها ونشوء الدولة ونشوف الاعتراف بالدولة وحقوقها وواجباتها وزوالها. بطبيعة الحال لما نتحدث عن الدولة بنتحدث عن ايه؟ يعني انا لما نيجي نطلق نقول والله احنا بنتحدث عن الدولة، بطبيعة الحال لازم نكون عارفين تعريف واضح وصريح للدولة. والتعريف اللي بدنا ناخده اللي هو حين الحديث عن الدولة، هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة. يعني هذا التعريف هو التعريف المعتمد. يعني احنا بدنا نعتمد هذا التعريف لما نتحدث عن اللي هو لما نتحدث عن تعريف الدولة. بدنا نيجي نتحدث عن اللي هو مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة. واضح الأمر. ومن هذا التعريف ناخذ تقويم ومن هذا التعريف نقدر نحكي والله إنه عندنا في عناصر مهمة للدولة أو في عنا مقومات الدولة بنتحدث عنها. أول شغلة اللي هي الشعب، تاني إشي الإقليم، تالت إشي بنتحدث عن السلطة العامة، وفي معيار أو عنصر آخر تم إضافته مع التطور الزمني في الدول واللي صار عليه خلاف اللي هو الاعتراف الدولي. الاعتراف الدولي يعني عندنا شعب، إقليم، سيادة، سلطة حاكمة، وفي سيادة. يعني إذا اختل أحد هذه الأركان فلا يمكن الحديث عن الدولة. يعني بمعنى لو في عندنا شعب وفي عندنا سلطة حاكمة وفي عندنا اعتراف وفيش إقليم يبقى على الفاضي. طب لو عندنا شعب وعندنا إقليم وفي عندنا في عندنا اعتراف بس فيش سلطة حاكمة، برضو على الفاضي، فيش دولة. واضح الأمر. يبقى كل هيته مرتبطين فيما بعض، في يعني مع بعضهم البعض. أول حاجة التعريف، مجموعة من الأفراد يقومون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم سلطة حاكمة ذات سيادة. ومن هذا التعريف ناخد اللي هو العناصر. عندنا ثلاث عناصر موجودة وفي عنصر رابع تم إضافته، الشعب، الإقليم، السلطة الحاكمة، وفي الاعتراف الدولي. عندنا الشعب. الآن لما بدنا نتحدث عن الشعب، إيش تعريف الشعب؟ بقولنا والله إنه الشعب هو، خلينا أعلمكم إياه، هو مجموعة من الأفراد المكونين للدولة من جنسين، يعني لازم يكون عندنا جنسين، والمتواجدين على إقليم الدولة أو خارجها بصرف النظر عن العدد أو بصرف النظر عن الجنس أو اللون. أو سواء كانت تجمعهم رابطة، عفوا لا، الآن بقولنا والله لما نتحدث عن شعب هي مجموعة من الأفراد المكونين للدولة من الجنسين معا والمتواجدين على إقليم الدولة أو خارجها. طيب لو عندنا مجموعة من الأفراد للدولة من جنس واحد، هل يمكن تكوين شعب؟ لا. لو كان مثلا كلهيتهم مثلا ذكور، كلهيتهم إناث، هل يمكن أن نطلق عليهم وصف شعب؟ طبيعة الحال لا، لازم يكون من الجنسين. طيب لو كانوا كلهيتهم في جزء في الإقليم وفي جزء برا، أو كلهيتهم خارج الإقليم، لا، لازم يكونوا جزء برا أو جزء جوا. تمام. طب قديش العدد المطلوب؟ لا يشترط، ممكن نقول 100، 200، 1000، 1,000,000، 10، نعرفش، ما في عدد محدد. وهذه الدولة يعني يجب أن تتمتع بمركز قانوني.
وهذا الشعب يجب أن يربطهم رابطة ولاء. هاي الأفراد يجب أن تجمعهم رابطة ولاء، وأن يخضعوا للقوانين التي تضعها الدولة. وهاي الرابطة اللي بتجمعهم في حاجة اسمها رابطة الجنسية. زي ما نحكي عن الفلسطينية، خلاص جنسية فلسطينية، يبقى يجمعهم رابط إنه فلسطيني. نقول الأردن، يجمعهم رابط إنهم أردنية. مصر، يجمعهم رابط إنهم مصريين. فلهيك بقولنا يجب أن يجمعهم رابط وهو رابط الجنسية. وقلنا إنه والله الإقليم يضم إقليم الدولة، وممكن الإقليم يحتوي أشخاص ليسوا من رعاياه، يعني ممكن أن يكونوا أجانب، وهذا الأمر مش عليه خلاف، وهذول الأجانب لا يتمتعوا بنفس اللي هو الحقوق والمزايا التي يتمتع بها من الأفراد العاديين. العنصر الثاني وهو الإقليم. قلنا والله لا يوجد، لا يمكن أن يكون هناك دولة بدون إقليم. يعني لو أن شعب وأن السلطة وفيش إقليم يبقى على الفاضي. وطبعا الإقليم بينقسم إلى 3 أنواع، ممكن إقليم بري أو بحري أو جوي. البري هي الأرض اليابسة وما يتخللها من محيطات وأنهار وما إلى ذلك وثروات معدنية وطبيعية. والإقليم البحري لكل دولة طبعا وفق القانون الدولي، وفق أحكام القانون الدولي واللي راح نتوسع فيها لربما لقدام، اللي هو حاجة بنسميها الإقليم البحري. الإقليم البحري يعني المساحة التي التابعة للدولة واللي تم تقديرها دوليا ب 12 ميل. يعتبر هذول من اللي هو تابعين لسيادة الدولة وكأنهم جزء من أراضي الدولة. بعدين عندنا الإقليم الجوي، في طبقات للجو زي ما في عندنا طبقات للأرض. قالنا والله الجو فيه لمساحة معينة، في لمساحة معينة الدولة بتقدر تسيطر عليها. زي ما في عندنا أعالي البحار، في مساحة لا تسيطر عليها أي يعني أي دولة، بتضلها إيش عامة زي ملاحة عامة، هذه يحكمها اتفاقيات دولية. واضح الأمر؟ يعني أي دولة لها السيطرة على الإقليم البحري والجوي والبري. وقلنا لا يشترط في الإقليم أن يبلغ مساحة معينة وإن كان اتساعي، يعني بمعنى مش مهم عندنا المساحة، ممكن أن تكون صغيرة ممكن أن تكون كبيرة. زي مثلا عندنا في عندنا دولة اسمها سان مارينو. سان مارينو هذه دولة صغيرة في شمال إيطاليا، مساحتها بيقولنا والله أقل من 60 كيلو متر مربع. وفي إمارة موناكو هذه المساحة لا تزيد عن 1.5 كيلو مربع. أول مرة أسمع في هذه إمارة موناكو وين هاي، لكن جميعها تتمتع بالشخصية الدولية. وفي نقطة مهمة قلنا، يعني لا يشترط إنه يكون هذا الإقليم يعني متصل، ممكن أن يكون منفصل، مثلا نحكي جزر القمر. واضح الأمر؟ وبقولنا والله الإقليم يعني إن يعني اكتساب الإقليم بيكون من العديد من الطرق. عندنا في أيام الدولة الإسلامية في العصر القديم كنا في عندنا حاجة اسمها الغزو أو الفتح، الفتح الإسلامي. ممكن أن يتم عملية ضم الإقليم، أو يعني لقيت في مجموعة كيف ممكن أنها يعني تسيطر على الإقليم أو يكون لها إقليم. في عندنا العديد من الطرق عشان تكتسب إقليم. الطريقة الأولى وهو الفتح، زي ما بنتذكر في أيام الخلافة الإسلامية كان نحكي عنه الفتح الإسلامي. وهذا بيكون من خلال ضم هذه الأجزاء أو هذه الأقاليم إلى الدولة اللي يعني الدولة اللي تابعة لها. مثلا نقول الدولة العثمانية بتقوم بفتح بعض المناطق وتضمها لإلها، بتصير هذه المناطق تابعة للدولة العثمانية مثلا، وهو الضم الإقليم. بعض القضاء يعني هيبقى يقول لا، بعد القضاء التام بالقوة على الوجود القانوني للدولة القائمة صاحبة الإقليم. يعني زي ما نتحدث إنه في مثلا نقول دولة في غينيا، بنقوم بالقضاء على أي قوة مسيطرة وبتسيطر عليه على هذه الدولة، إما أن تسلم أو
تتفق في بسميه اتفاقية صلح، يعني معاهدة، أو إما إنه يتم فتح هذه الدولة بالسيطرة عليها، تصبح من ضمن ولايات الدولة التي يعني فتحت هذه البلاد. ولكن مع التطور الدولي أصبح الفتح له من الطرق غير مشروعة. يعني في أيام الدولة العثمانية كان موجود، وأيام يمكن عصبة الأمم المتحدة كان موجود، ولكن مع وجود هيئة الأمم المتحدة تم إلغاء هذه الطريقة في اكتساب الأقاليم، إلى أن الطريقة الأخرى وهي الحيازة أو الاستيلاء، يعني بمعنى وضع اليد بقصد السيادة من قبل دولة ما على إقليم غير مشمول بأي سيادة. يعني في عندنا، نفترض إنه مش دولة يعني هجمت على دولة تانية، لا، في عندنا إقليم فيش عليه سيادة، يعني فيش حد عليه، وإجت هذه الدولة استولت عليه، أو يعني بوضع يد، وضعت يدها على هذا الإقليم. يعني مثلا نتحدث إنه وجدوا جزيرة في نص البحر، وهذه الجزيرة فيش عليها سيادة، فإجت مثلا نقول فرنسا وضعت يدها على هذه الجزيرة، وإنه والله خلاص الجزيرة هذه إلي، لأن أنا أول ما اكتشفتها، وبالتالي راح تصير إلي. هذه الطريقة بنسميها الحيازة أو الاستيلاء. وهم بقولنا في نظرية حق الاكتشاف، اللي هي اكتشاف الدول، يعني بمعنى لو اكتشفوا جزر، هاي في حتى صارت إشكاليات بين الدول، عم بتحدث عنها، اقرأوها يعني توسعوا فيها. اكتشفوا بعض الجزر، وهاي الجزر الدول دي اعتلت عليها، والله أنا اكتشفتها قبل وأنا قبل، وبالتالي يعني أصبحت جزء من أقاليمهم. الطريقة الثانية إضافة أو ضم بعض الدول لبعض التكوينات الإقليمية التي تنشأ نتيجة عوامل طبيعية أو اصطناعية على إقليمها. كيف؟ يعني بمعنى الإضافة، يعني مش لا فتح ولا استيلاء، في طريقة أخرى اللي هي الإضافة، والتي تكون من خلال ضم الدولة لبعض التكوينات الإقليمية التي تنشأ نتيجة عوامل طبيعية أو اصطناعية. نضرب مثال على ذلك، نقول والله في عندنا دولة، وهاي الدولة صار في عندها مثلا نقول زي زلزال، ونتيجة هذا الزلزال خليني أرسم لك يعني الرسم، نقول هاي في عندنا دولة مثلا، وين هاي؟ لا مش هاي، نقول هاي في دولة، وهاي في عندنا شط بحر، أنا هيك بحر، هذا بحر، حلو، كله هذا هيك بحر. لا استنى ارسم لك بشكل اوضح، خلينا حتى نعملها انا مش عارف وين. طيب هي في عندنا دولة هان، وانا بحر، حلو، هذا كله هيته بحر، وبحر هان، وهنا الدولة، وهان في دول اخرى. هل قد صار زلزال؟ نتيجة هذا الزلزال المية اللي هنا انسحبت، المية اللي هنا انسحبت ونزلت، تمام، المية انسحبت لغات، وصار عندنا مساحة جديدة، صار عندنا مساحة، يعني مية البحر اللي في هذه المنطقة انسحبت لورا، وبالتالي صار في عندنا مساحة من الأرض جديدة. لقيت هاي المساحة لمين بدها تروح؟ بدها تروح للدولة ألف ولا باء ولا جيم ولا لمين؟ طبعا بطبيعة الحال بتكون تابعة، بتصير تابعة للمساحة لدولة باء. ليش؟ لأنه تعتبر جزء من الإقليم التابع لها، وبالتالي حين تنشأ تكوينات جديدة نتيجة عوامل طبيعية زي ما قلنا البحر، حلو، نتيجة مثلا انسحاب البحر وظهور إقليم أو مساحة إقليمية جديدة، تصبح جزء من هاي الدولة، وتصبح جزء من مساحتها وتابعة لها. واضح كيف الإضافة؟ الإضافة نتيجة العوامل الطبيعية. وقلنا ممكن في اللي هو الإضافة عن طريق عوامل صناعية، يعني الطبيعية شفنا كيف، والصناعية ممكن من خلال اللي هي شو بنسميها احنا، رصف السواحل، يعني بمعنى مش انه تظهر نتيجة طبيعية، يعني مش انها تنسحب المية
نتيجة زلزال، لا أنا بقوم زي ما صار مثلا في حرب، حرب 2014، لما معظم اللي هو في الشجاعية معظم البيوت اللي تم تهديمها تم أخذ الردم كلياته ووضعه في الميناء على شاطئ البحر، بحيث إنه اكتسبوا مساحة جديدة. واضح كيف بيصير؟ هذا ما نتحدث عنه ضرب هنا إلا مثال بين اللي هو تشاد ونيجيريا والنيجر. في عندنا الطريقة الرابعة وهي التنازل، يعني بمعنى دولة تتنازل لدولة أخرى عن جزء من اللي هو المساحة، وبالتالي تصبح لها التخلي إحدى الدول عن إقليم أو جزء من إقليمها يقع تحت سيادتها وفق اتفاق، زي ما نحكي مثل ما صار في مصر، جزيرتي تيران وصنافير. مصر قامت بالاعتراف بأنه هاي الأراضي للسعودية أو تنازلت لها للسعودية، وبالتالي تصبح جزء من الأراضي السعودية. إن الطريقة الخامسة وهي التقادم، التقادم من خلال وضع يد على إقليم معين بصورة علنية مستمرة ودون انقطاع، وخارج عن أي احتجاج من قبل الدولة صاحبة الملكية على ذلك الإقليم. كيف؟ يعني بمعنى إنه تيجي دولة تسيطر أو تهجم على إقليم دولة أخرى، والدولة الأخرى تظلها ساكتة لفترة من الزمن، يعني نقول مثلا نحكي 100 سنة، 200 سنة، 200 سنة، وهاي الدولة التي تم السيطرة على أراضيها ما تعترضش، لكن لو اعترضت لا يصح عن التقادم. نفس التقادم الموجود في الأراضي الآن، لو واحد سيطر على أرض أخرى وما رفعش دعوى خلال مثلا نقول أعتقد أراضي الطابة 15 سنة، خلاص بيستملكها المستولي على الأرض بعد 15 سنة طالما إنه صاحب الأرض ما رفعش دعوى. نفس الحال الموجود وين؟ في القانون الدولي، يعني معاه بقولنا والله معاه فترة من الزمن إنه يجب أن يعترض، لكن لو وضعت دولة ألف على يعني يدها على إقليم دولة باء، ودولة باء ما اعترضت ولا قامت بأي احتجاج ولا استنكرت ولا أي اتخذت أي وسيلة من وسائل الاعتراض، ففي هذه الحالة دولة ألف المعتدي على هذه الأرض تكتسب الملكية والسيادة على هذا الإقليم بناء على إيش؟ بناء على التقادم. واضح الأمر؟ نيجي للعنصر اللي هو الثالث من عناصر الدولة وهي السلطة الحاكمة. وبقولنا والله لكي يتحقق وجود الدولة لابد من وجود سلطة حاكمة، يعني يجب أن يكون هناك حاكم، زي ما بيحكوا في المثل العربي اللي ملوش كبير يشتري له كبير، يعني أي مجموعة من الأشخاص يجب أن يكون لهم قواعد تحكمهم، يجب أن تكون هناك قيادة تحكمهم، وإلا ما بيكون هناك نظام، ما بيكون هناك دولة. واضح الأمر؟ وبقولنا والله هناك صفات يجب أن تتوافر في الدولة ذات السيادة. أول حاجة إيش الصفات؟ بقولنا أن تمارس صلاحياتها بطريقة فعلية، يعني يجب فعليا هي تسيطر على هاي الدولة، يعني تسيطر سواء على البحر والجو يعني بحر وجو وبر. لو فيش عندها سيطرة على البحر والجو والبر سيطرة فعلية ما بنقدر نتحدث عن وجود دولة. النقطة الثانية بقولنا والله إجمالية وعدم توقيف الإشراف السياسي، يعني بمعنى إنه يكون هناك إشراف سياسي مش قوة بس، يعني لو كان هناك قوة عسكرية مثل أن يكون جيش مسيطر على الدولة فهذا الحال لا يمكن الاعتراف بهذه الدولة، وإنما يجب أن يكون هناك سلطة سياسية، يعني إشراف سياسي. ثلاثة قلنا الفورية، إيش معنى ذلك؟ هي السلطة العليا التي تقوم بتطبيق ما تفرضه من قرارات دون المرور بأي هيئة أخرى، يعني بمعنى إن الدولة السلطة العليا تقوم بإصدار القرارات وإلزام الأفراد فيها، ما يكونش في حد فاصل بينهم. مثل الدول الفيدرالية، الدول الفيدرالية ما يعني زي كيف هي الدول الفيدرالية؟ نقول أمريكا، أمريكا في بعض الولايات كل ولاية لها اللي هي بنحكي عنها إدارة منفصلة، إدارة منفصلة
يعني عندنا الفور عفوا امريكا في ولايات لا تسيطر عليها، يعني ما لهاش حكم عليها. الان اذا في ولاية بتصدر قرارات وهي القرارات ليس يعني ليس باليد تطبيقها، فبنا بنقدر نحن نوصفها بالدولة. بمعنى آخر أنه يجب أن الدولة تستطيع أن تقوم بإصدار القرار وتنفيذه بشكل مباشر دون أي معوق، علشان نحكي أنه في دولة وفي سلطة. النقطة الرابعة والميزة الرابعة، قلنا يجب أن تقوم هذه السلطة تتولى أداة الحكم في الدولة، يعني ما بينفع أن تقوم بمهمة التشريع والقضاء وبس، يجب أنه يكون في إلها حكم وإلها سيادة وإلها وجود على أرض الواقع، سواء وجود سياسي أو دبلوماسي أو يكون إلها وجود عسكري، يعني بمعنى أنها تقوم بس يعني يكون لها سيادة، لها كلمة، لها ولاية على المنطقة أو الإقليم اللي تابع لها. أما لو تحدثنا إنه في عندنا دولة وفي عندنا جماعتين متنازعات، زي ما نحكي في ليبيا في عندنا مجموعتين، يعني في عندنا أعتقد شو اسمه حفتر، وفي واحد تاني ناسي اسمه، لقيت مينفعش نحكي إحنا والله يعني نوصفها كدولة، لأنه في عندنا مشاكل، في عندنا سلطتين كل واحدة إلها سيطرة على بعض الأجزاء. متى بتصير دولة؟ لما يكون في إلها رئيس واحد، لما يكون في إلها في إلها سلطة تشريعية واحدة، قضائية واحدة، وما إلى ذلك. ولكن مجازا نطلق عليها دولة. بقولنا هنا والله السيادة المطلقة، ولكن السيادة المطلقة بالمفهوم التقليدي لم تعد تواكب العصر الحديث نتيجة ظهور قضايا جديدة مثل التعاون الدولي، مثل الإرهاب وتلوث المخدرات. يعني بمعنى إنه السيادة المطلقة في الوقت الحالي غير موجودة. ليش؟ لأنه السيادة اللي بنتحدث عنها المطلقة لا تسمح لأحد بالتدخل في الشؤون الداخلية، وهذا على خلاف الواقع. ليش؟ لأنه في بعض القضايا دولية مثل الإرهاب والتلوث البيئي والمخدرات والأسلحة والتجار بالرقيق وما إلى ذلك، هاي القضايا لا يجوز للدولة أن تقوم بالتصرف بها بشكل منفرد، وإنما يجب أن تتبع وتتواءم مع النظام الدولي. وبالتالي يجب أن تتعاون مع الدول الأخرى، وأن تلتزم بما ينص عليه القانون، تنص عليه قواعد القانون الدولي. واضح الأمر؟ يعني السيادة مش مطلقة، وإنما هي سيادة يعني بنتحدث عنها سيادة بحدود، يعني سيادة مطلقة على إقليمها ولكن بحدود معينة. وبهيك بنكون خلصنا لإلكو أول جزئية من جزئيات اللي هو الدولة، وصلنا فيها للتعريف وأخذنا مقوماته. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح نتوسع في الحديث ونشوف كيفية نشوء الدولة وأشكالها وما إلى ذلك. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.